السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، الموعد الذي انتظره الكثيرون سواء مشجعي ريال مدريد أو مشجعي ليفربول وعشاق كرة القدم في العالم أجمع. الريال قريب من تحقيق لقبه الرابع في 5 سنوات والثالث على التوالي في إنجاز غير مسبوق في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا. هناك فرق فازت باللقب في نسخته القديمة الريال 5 مرات تواليا من 1956 إلى غاية 1960، إلى جانب الريال حقق اللقب فريق أجاكس في سنوات 1971 إلى غاية 73 والبايرن في 74 إلى غاية 76. لا يمكن أن ننكر أن في النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا صعب جدا تحقيق اللقب في مرتين متتاليتين أو أكثر، وهذا ما فعله ريال مدريد وهو قريب من تحقيق اللقب الثالث تواليا في إنجاز تاريخي لا محالة. طرفي هذا النهائي هما الريال 12 لقبا في المسابقة وخسر اللقب 3 مرات، واحدة كانت ضد ليفربول، وليفربول فاز باللقب 5 مرات وخسره في مرتين. ليفربول وصل إلى النهائي باستحقاق بعد إقصائه للسيتي في الربع وروما في نصف النهائي. الريال أقصى في طريقه كل من باريس سان جيرمان وجوفنتوس والبايرن. ليفربول يتوفر على قوة ضاربة تتمثل في خط الهجوم بقيادة النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينيو. ليفربول يتوفر أيضا على أحد أحسن المدربين في السنوات الأخيرة على الصعيد الأوروبي يورغن كلوب، شأنه في ذلك شأن زيدان الذي حقق دوري أبطال أوروبا في عامه الأول وأول مدرب يحقق اللقب مرتين على التوالي في النسخة الجديدة للمسابقة الأغلى في العالم. نعود لكلوب، في عامه الأول مع ليفربول وصل مع الفريق إلى نهائي اليوروبا ليج وخسر ضد إشبيليا بثلاثية مقابل هدف. كلوب خسر أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة دورتموند ضد البايرن في 2013. ليفربول يتوفر أيضا على جمهور عريق بشعاره الخالد You'll never walk alone، ما يعني بالعربية لن تمشي أبدا لوحدك، الجمهور الذي يساند الفريق أينما حل وارتحل. لندخل في تفاصيل النهائي. كلوب ينهج خطة 4-3-3 بخلاف زيدان الذي يفضل في كثير من الأحيان 4-4-2. يورغن كلوب يفضل اللعب بخطة 4-3-3 في حراسة المرمى العملاق الألماني كاريوس الذي انتزع الرسمية من الحارس البلجيكي مينيولي، لكنه لا يملك تجربة وحنكة كيلور نافاس في ريال مدريد. في خط الدفاع يلعب كلوب بأربعة مدافعين، فان دايك الذي جلبه الفريق في الميركاتو الشتوي من ساوثهامبتون وهو أغلى مدافع في العالم، ولوفرين والظهير الأيمن ألكسندر أرنولد الشاب الذي يبلغ من العمر 19 سنة فقط وهو من مدرسة ليفربول، والظهير الأيسر الإسكتلندي روبرتسون. إذا قرنا بين خط دفاعي الفريقين هناك تفوق لريال مدريد خصوصا فيما يتعلق بالظهيرين الأيمن والأيسر مارسيلو وكارباخال. أما محور الدفاع ففان دايك ولوفرين لا يقلان مستوى عن راموس وفاران هذا الموسم على الخصوص مع فارق التجربة لعناصر الريال. لننتقل لخط الوسط في ليفربول الذي يعتبر نقطة ضعف الفريق مقارنة مع خطي الهجوم وخط الدفاع. نقطة ضعف ليفربول لأنه لا يمتلك نفس خط وسط ريال مدريد الذي ربما يعتبر الأفضل في العالم حاليا. أضف إلى ذلك ليفربول عانى من غياب إمري تشان الذي قد ينتقل لجوفنتوس في هذا الصيف، وحتى لو عاد في النهائي فلن يكون جاهزا 100%. إلى جانب إمري تشان هناك غياب تشامبرلين الذي أصيب في مواجهة السيتي في الربع، ما سيجعل كلوب يعتمد على كل من المجرب جيمس ميرلر أفضل من أعطى تمريرات حاسمة في موسم واحد في تاريخ دوري أبطال أوروبا ب9 تمريرات هذا الموسم. إلى جانب ميلنر هناك ويلياندوم وهندرسون العميد الذي يتميز بالضغط على حامل الكرة في مناطق الفريق الخصم والمتألق هذا الموسم بشكل لافت، لكن كما سبق وقلت يبقى وسط ريال مدريد أقوى بكروس ومودريتش وكازيميرو وإسكو في حال شارك كأساسي. لكن القوة الضاربة لليفربول هي ثلاثي الهجوم كما قلنا، صلاح ماني فيرمينيو، هذا الثلاثي إلى جانب دوره الهجومي يعتبر أول خط دفاع في الفريق الأحمر، فهو من يضغط على الفريق الخصم في مناطقه ويمنعه من صناعة اللعب وبناء الهجمات من الخلف، وهذا ما جعل كلوب في رأيي يتفوق على غوارديولا في ربع النهائي ضد السيتي. هذا الثلاثي الذي سجل إلى حد الساعة 29 هدفا في دوري أبطال أوروبا دون حساب الأهداف التي سجلت في الأدوار التمهيدية، وهذا الثلاثي سيعمل جاهدا على إيقاف خصوصا وتحجيم الدور الهجومي للظهيرين
كارباخال وكذلك مارسيلو. كارباخال سيوقفه ساديو ماني ومارسيلو سيوقفه صلاح. كارباخال ومارسيلو يعتبران أحد أسلحة زيدان الفتاكة لأنهما يساهمان في الهجمات بشكل كبير. أشير إلى نقطة مميزة في فيرمينيو الذي كسر الصورة النمطية لرأس الحرب التقليدي، حيث يخرج من منطقة العمليات ويساهم في بناء الهجمات واسترجاع الكرة في بعض المرات من وسط الميدان. وإذا قارنا هجوم الريال بقيادة رونالدو هداف المسابقة ب15 هدفا، تبقى الغلبة لليفربول بشكل واضح، خصوصا بعد تراجع مستوى بنزيما الذي لم يقدم أي شيء هذا الموسم باستثناء هدفي النصف ضد البايرن في لقاء العودة. غير ذلك هذا الموسم للنسيان بالنسبة لبنزيما إلى جانب غاريث بيل. غاريث بيل هو أيضا موسمه للنسيان، مستوى لا يفرح جماهير الريال ولم يقدم ما ينتظره منه عشاق الفريق، وقد يرحلوا عن الفريق في نهاية الموسم. لنتكلم عن دكة احتياط كل من الريال وليفربول. هذا ما سيؤرق بال يورغن كلوب، خصوصا إذا ذهبت المباراة النهائية إلى الأشواط الإضافية، لأن ليفربول لا يتوفر على دكة احتياط من حجم دكة احتياط ريال مدريد بلوكاس فاسكيز وكوفاسيتش وأسونسيو وبيل. هؤلاء بمجرد دخولهم الملعب يغيرون سير المقابلة، خصوصا أسونسيو ولوكاس فاسكيز. توقعاتي للمباراة، رغم أن التوقع صعب إلا أن التجربة هي من تحسم مثل هذه المباريات. حتى لو كان ليفربول فاز على الريال في نهائي دوري أبطال أوروبا في مسماه القديم عام 1981، على أي أتوقع فوز الريال بحكم التجربة الطويلة في المنافسة؟ وأنتم ما هي تعليقاتكم في أسفل هذا الفيديو؟ شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم.